من كام يوم اخويا الصغير كان قاعد على اللابتوب بتاعه وبيستخدم الانترنت عليه، وفجأة بدأت تحصل مشاكل في الجهاز والجهاز يفتح ويقفل لوحده. فاخويا جالي واتكلم معايا عن المشكلة دي. تفتكروا ايه كان السبب؟ وهل المشكلة دي سببها الانترنت؟ طيب ازاي نستخدم الانترنت بشكل آمن وفعال ونستفيد منه بأكبر قدر ممكن ونتجنب كل مخاطره الممكنة بأقصى درجة؟ ده ان شاء الله اللي هنعرفه سوا في الفيديو ده. طبعا كلنا عارفين ان الانترنت دلوقتي اصبح شيء اساسي في حياتنا بجميع نواحيها، سواء كانت المادية أو العلمية أو الاجتماعية. فعن طريق الإنترنت بنتعامل مع البنوك وبنبيع وبنشتري، وناس كتير جدا دلوقتي دخلها المادي بشكل كامل بيجي عن طريق الإنترنت. كمان بنقدر نستخدمه في المذاكرة والحصول على المعلومات، وبنلاقي من خلاله فيض كبير من المواقع المفيدة لينا زي موقع نفهم، وكمان برضو بنستخدمه في نشر أفكارنا وفي التواصل مع أصدقائنا وتكوين صداقات جديدة ومميزات تانية كتير جدا. ولكن إلى جانب كل المميزات دي في بعض المخاطر اللي موجودة عليه، زي مشاكل الخصوصية والأمان ومشاكل الهكر والفيروسات وعمليات الاختراق وغيرها من المشاكل، زي تكوين الصداقات والعلاقات الوهمية والمحتويات الغير لائقة اللي ممكن نقابلها. والسؤال دلوقتي، يا ترى إزاي هستخدم الإنترنت وفي نفس الوقت هحمي نفسي من المخاطر اللي هقابلها دي كلها؟ ده اللي هنناقشه سوا ان شاء الله، وهنبدأ بأول مشكلة وأشهرهم، وهي مشكلة الفيروسات والاختراقات. من كام يوم أخويا الصغير كان قاعد على اللاب بتاعه وكان بيستخدم الإنترنت، وفجأة بدأ الجهاز يفتح ويقفل لوحده. فأخويا جالي وعرفني إن في مشكلة عنده، وبدأنا نشوف الجهاز سوا. لما فحصنا مكونات الجهاز كانت سليمة وتقريبا ما فيهاش مشاكل، بس فجأة الجهاز فصل تاني، ولما فتح تاني ظهرت صورة ما كانتش بتظهر قبل كده. سألته أنت إيه آخر حاجة عملتها على الجهاز قبل ما يحصل كده؟ قال لي ولا حاجة، أنا كنت قاعد بلعب اللعبة بتاعتي عادي على الانترنت، وجالي رسالة ان في هدايا من الشركة بتقدمها خاصة باللعبة بتاعتي، فضغطت عليها. قلت له هنا بقى بداية المشكلة. طيب مين اللي بعت لك الرسالة دي؟ قال لي مش عارف، ما اعرفش اسم اللي بعت لي الرسالة، انا اسم غريب كده، بس لما لقيت صورة اللعبة ضغطت عليها، ومن وقتها والمشكلة دي موجودة. بعد الكلام ده اول شك جه في بالي ان الرسالة دي كانت فيروس او هاكر، حد عاوز يخترق الجهاز. فروحت للكمبيوتر بتاعي وبدأت ابحث عن الموضوع وعن ازاي اعرف اذا كان الجهاز مخترق ولا لا. وبالفعل طلع الجهاز مخترق بسبب الرسالة دي، اللي أدت إلى تثبيت برنامج هاكر على الجهاز كان بيمكنه من إنه يفتح ويقفل الجهاز ويتحكم في حاجات تانية كتير. ولكن لحسن الحظ الشخص اللي بعت الهاكر ده كان مبتدئ، والبرنامج ما كانش قوي بدرجة كبيرة، وبعد بحث كتير جدا قدرنا الحمد لله نشيل البرنامج والجهاز رجع سليم مرة تانية. طبعا سبب المشكلة هنا كان الرسائل الضارة والبرمجيات الخبيثة اللي بتتسبب في وجود الفيروسات وبرامج الاختراق. واللي أنا استفدته من التجربة دي وأحب أشاركه معاكم بعد بحث كتير جدا وتجريب كتير، انك عشان تحمي نفسك من الحاجات دي مش محتاج غير خطوات بسيطة. اول حاجة في الخطوات دي، ما تنشرش الايميل بتاعك في الاماكن العامة او على وسائل التواصل الاجتماعي، عشان ما يكونش متاح للجميع ويقع في الايدين الخاطئة اللي هترسل لك من خلاله الفيروسات والبرمجيات الخبيثة دي. ثانيا، ما تنشرش اي معلومات خاصة بيك زي رقم الهاتف بتاعك مثلا، او تاريخ ميلادك، او اي صور خاصة بيك، سواء صور لمنزلك او صور لعائلتك. وكمان اوعى ترد على اي رسائل مجهولة المصدر، وما تضغطش على اي روابط موجودة في الرسائل دي او اي صور بتبقى موجودة فيها. رابعا، وده الاهم، يجب عليك ان انت توفر برامج الحماية على الجهاز بتاعك. والبرامج دي نقدر نلخصها في اسم درع الحماية الرباعي. والدرع ده عندي بيتكون من اربع برامج. البرنامج الاول وهو برنامج مكافح الفيروسات، وده لحماية الجهاز بتاعي من الفيروسات. البرنامج الثاني اسمه الفاير وول او الجدار الناري، والجدار الناري ده وظيفته ان بيمنع الاتصالات الواردة من الخارج لجهازك دون اذنك. البرنامج الثالث عندي برنامج انتي كي لوجر، وده اهميته انه بيقوم بتشفير لوحة المفاتيح الخاصة بيك، وبالتالي بيحافظ على بياناتك زي كلمات المرور وارقام حساباتك المصرفية. اخر برنامج عندنا اسمه مالوير بايتس، وده بيعمل حماية على الجهاز من البرمجيات الخبيثة، وخصوصا برمجيات الاختراق والتجسس. وكل البرامج دي موجودة على الانترنت، تقدر تبحث عنها وتختار منها الافضل ليك واللي يتماشى مع امكانيات جهازك. وباستخدام كل وسائل الحماية دي بتضمن حماية اكيدة من الاختراقات والفيروسات. تاني مشكلة وقابلت ناس كتير، هي مشكلة المواقع المشبوهة. وخطورة المشكلة دي ان المواقع المشبوهة دي بتكون غير آمنة وملغمة بالفيروسات والبرمجيات الخبيثة اللي هتضر جهازك وتخليك عرضة للقرصنة وعمليات التهكير. طب يا ترى ازاي احمي نفسي من المشكلة دي؟ حل المشكلة دي بيكون اولا بالابتعاد عن اي مواقع تشك في صحتها، والابتعاد عن المواقع الغير آمنة بطبعها واللي بتكون مليئة بالفيروسات زي المواقع الاباحية. ثانيا، في بعض الادوات اللي ممكن استخدمها من اجل الحماية، زي اداة اسمها WOT او Web of Trust، ودي فكرتها ان نسبة كبيرة
جدا من المواقع الغير آمنة متسجلة على قاعدة البيانات الخاصة بيها، فبمجرد تنصيبها ودخولك أي موقع غير آمن الأداة دي بتظهر لك تنبيه فوري. مشكلة كمان بتواجه كتير منا وهي مشكلة الإعلانات المزعجة. الإعلانات المزعجة دي موجودة بشكل كبير في العديد من المواقع وبتظهر بشكل مفاجئ وممكن نضغط عليها دون قصد. وعشان نحل المشكلة دي ممكن نستخدم إضافة اسمها أد بلوكر، ودي أداة بتقوم بإغلاق الإعلانات المزعجة وبتضمن لك تصفح آمن ومريح. نيجي دلوقتي لمشكلة كبرى عندنا وهي مشكلة المحتوى الإباحي. المحتوى الإباحي من أكبر الأخطار على الإنترنت واللي ممكن يتعرض لها الأطفال والكبار بشكل مباشر أو شكل غير مباشر. مثلا ابن بيبحث عن لعبة أو فيلم كرتون ممكن يظهر له ضمن النتائج محتوى إباحي. طيب إزاي أنا أحمي نفسي وأحمي أولادي وكل اللي يهموني من خطر المحتوى ده؟ هنستخدم هنا 3 مستويات للحماية. المستوى الأول حماية الراوتر. ميزة الحماية هنا إني بقدر أسيطر على أي جهاز على الشبكة بتاعتي وأتحكم في المحتوى اللي يشوفه. وحماية الراوتر بتكون بخطوة بسيطة، وهي إني بطلب من أحد المختصين أو بكلم شركة الإنترنت أو حتى ببحث على الإنترنت عن حاجة اسمها كيفية تغيير الـ DNS الخاص بالراوتر لحاجة اسمها Open DNS Family. وعشان ما ندخلش في تفاصيل كتير معقدة، دي إعدادات للراوتر بتخليه يمنع فتح المواقع الإباحية أو المحتويات المؤذية لينا. وبكده هكون حميت نفسي وحميت أي حد يهمني من الوصول للمحتوى ده. تاني وتالت مستوى للحماية عندي دول من أجل الطرق الغير مباشرة، وهم حماية جوجل ويوتيوب. زي ما قلت من شوية، ابني بيبحث عن شيء على جوجل أو على مقطع على يوتيوب فهو معرض إنه تظهر له محتويات إباحية. إزاي أحميه؟ أكيد مش هقدر أقفل جوجل أو يوتيوب لأنهم مهمين جدا. طيب هحلها إزاي بقى المشكلة دي؟ في الواقع جوجل عاملة حتة كويسة جدا للآباء، وهي فلاتر على نتائج البحث بحيث إني أقدر أحمي ابني من أي محتوى غير لائق ممكن يظهر له. والحتة دي اسمها سيف سيرش أو البحث الآمن. بنفعلها إزاي دي؟ عن طريق إن أفتح جوجل وأجي في بحث الصور، هبحث عن أي حاجة يعني نفهم نتعلم ببساطة، هلاقي في الجنب هنا في كلمة اسمها البحث الآمن، هتضغط عليها. طبعا عشان مشغلها مكتوب البحث الآمن مشغل، هتضغط عليها هتلاقي عندك تصفية النتائج الإباحية، تضغط عليها كده تضغط المزيد حول البحث الآمن. هيفتح الصفحة دي، هنختار منها إعدادات البحث الآمن. في الصفحة دي هنختار من هنا غلق البحث الآمن. هيفتح لي صفحة تانية بطلب فيها الإيميل والباسورد، هدخل الإيميل والباسورد. هيفتح لي صفحة جديدة أختار منها خيار غلق البحث الآمن، وأول ما أضغط على الخيار ده هيتم إغلاق الخاصية دي تماما، وبكده هضمن إن محدش يعرف يلغي الخاصية دي، وهضمن تصفح آمن لكل اللي يستخدم المتصفح الخاص بي. نفس الخاصية هستخدمها على اليوتيوب، بس هلاقي الكلمة مكتوبة تحت واسمها وضع تقييد المحتوى. هضغط عليها هتظهر لي وضع تقييد المحتوى، هختار تشغيل. اول ما اختار تشغيل هيظهر لي تأمين وضع تقييد المحتوى في هذا المتصفح، هضغط عليها وهتدخلني في نفس الصفحة، وهكمل نفس الخطوات اللي انا عملتها في جوجل. واول ما تخلصهم هيتم تفعيل البحث الامن، وبكده هضمن ان مفيش مقاطع مش كويسة هتظهر عندي على اليوتيوب، وبكده هبقى ضمنت حماية كبيرة من المحتوى الاباحي بجميع اشكاله. طيب كل الخطوات اللي فاتت دي عشان اامن نفسي من خاطر الانترنت. طيب فرضا بقى الجهاز بتاعي مخترق، او انا شكيت ان في عملية اختراق فيه، يا ترى هعمل ايه او اتصرف ازاي؟ اول حاجة واهم حاجة اعملها اني هروح على اي جهاز تاني في البيت عندي او عند صديق ليا بثق فيه، وادخل منه عشان اغير كلمات المرور بتاعة كل حساباتي الشخصية. واهم حاجة في كلمات المرور ان هي تكون كلمة مرور قوية، وكلمة المرور القوية شروطها اني بستخدم فيها حروف رموز وارقام. تالت حاجة هعملها اني هرجع للجهاز بتاعي اللي عليه عملية الاختراق، وسطب عليه برنامج اسمه بوت ريفولت، والبرنامج ده وظيفته ان هو بيقطع اي اتصال بينك وبين جهاز الشخص المخترق. بعد كده فورا في الخطوة الرابعة ان هقوم بتثبيت برامج الحماية اللي قلنا عليها، درع الحماية الرباعي اللي شرحناه من شوية. وما تنساش تستشير اي حد خبير او اخوك او زميلك الاكبر منك، لانه ممكن يفيدك ويساعدك في حل مشكلتك. وبكده بحمد الله نكون خلصنا الدليل المختصر ده عن كيفية الحماية على الانترنت ومواجهة اغلب المشاكل والحماية من اخطاره. بشكركم لحسن استماعكم، واتمنى تكونوا استفدتم ولو معلومة واحدة بس جديدة من الفيديو ده. كان معكم السيد ممدوح، ومع نفهم نتعلم ببساطة.